اول حاجه الله ياخذ الحق في هذاك السيد اللي يتشمنا على السيد درويش الله يعمره دار صالح. عشان نقول لك اطيب خلق الله والله العظيم. اش خدام اخويا هذيك صافي سالينا هذيك اللعيبه ديال هو هابط دريه هابط سبقني هو الاول مريح. انا باقي كنقادها شي لعيبه تما وغنزل من وراه. شو كنسمع الطلقه اللي فهمتي كنسمع انا ما عارفش انا شنو واش قرطاس ولا شي حاجه. المهم كنسمع شي حاجه تفرقعاش ما نزلتش ما والو يعني مابقيتش كنجمع في هذيك المسائل ديالي باش مشيت انا بحالاش. شويه كنسمع الثانيه طلي جامي نترجم كيبان لي واحد السيد كيقول لي راه شو راه على الدري طايح ماله ما ماله صافي. طليت انا من الجهه الاخرى بحال هكا كنطل من الترجم كيبان لي انسان السيد الدري اللي خدام معايا هو اللي مضروب طايح هذا ماله كيفاش هو واش كنجري واش كنجري بحال هكا كنسول سفيان ما سفيان كنغوش والو السيد يعني مضروب اش كيقول لي راه القرطاس ما القرطاس انا مضروب جيت صدرو صافي شت لي الضربه حيد فيه حطيتش عليه خليته تمايا كنقاد فيه. السيد الاخر اللي ضرب بعدا اللي ضرب الدري اللي خدام معايا انا راه هو الشارع هو الشارع الاخر تيرا مع ثلاثه الناس. المهم المجموعه ديالهم هما راه سبعه راه مع ثلاثه ماشوا شي اللي سمعنا لحد الان وجوج راه في ميريزكو. والسيد اللي هاد السلاح وغادي خارج والاب ديالو اللي مخلي لي داك الشيء راه حشومه وعيب واخا يكون ما عندوش العقل وما عندوش الضمير مخلي السلاح ومخلي ولدك براه هو جازو هو يتم عيب هاد الله هذا هزانا في الدري الله شان نقول لك من اطيب خلق الله عمري شبحالو عمرو ما غينسي ليا وغيبقى بين عيني والله العظيم. صدق ديال السيد شوف مسكين الله يرحم الله يرحمه ويسالي في هاد النهار 26 بحال هكا 27 واش كان شي خلاف بينات هذوك ولا ما كانش؟ كاين لا خلاف لا والو ما كيعرفو ما كيعرف يعني السيد كان خلاف راه سبعه الناس اللي ضربوا سبعه الناس اللي ضربوا راه قلت لك ثلاثه منهم راه ماتوا منهم الصديق ديالي وراه جوج راه وقعوا في ميريزكو صافي سالينا ديك الساعه غادي هابط هو انا غير من وراه كنجمع في شي عابد الدوزان غنهبط بحال هادشي يعني غنهبط حتى انا اصلا راه فهمتي راه المكتب وكيقول لك انا راك غنهبط قبل منه الشيء اللي كاين والله ياخذ الحق ولا كتابش مرحبا بها ما عندناش حنا المشكل راه كيقول في الاجال ديالك ما نكذبش عليك اخويا انا اللي كيبان لي مختل العقليا هو دبواه دبواه اللي مخلي السلاح وحاطه مخليه في الدار محطوط يعني انا كنعرف السلاح كيتشدو في كوفر كيتصورش عليه هادشي اللي كاين يعني باش تخليه وغايجي ولدك وغايهز غيبدي تيري اصلا هاز السلاح وهاز معاه حتى العماره يعني كيتيري شحال كتهزيه كتهز جوج كيتيري كيخوف عباد الله وكيعاود يشارجي وكيتيري يعني المسؤوليه كامله لبواه. انا ما نمشيوش بعيد دابا عاوتاني على امبيلونس تاعي امبيلونس يعني انا نزلت بقيت مع الدري تقريبا شحال بقيت مع شي 15 دقيقه وانا معاه لتحت حيد البيل ومقادو كان قال كيبغى يدور كنعاود نقادو وما كنقدرش نشوف ليه حتى في وجهه قسما بالله قدر ديك المعزه وداك الشيء ما قديش نشوف ليه وجهه. المهم مكالي وشادو حاط لي ديك البيل على الضربه في المضروبه باش ما يضربهاش البرد وما كنقدرش نشوف فيه وكنعيط وكنهلا لاعب هاد لالون بك غايه جيه غايه جيه والدري كيتالم صح اش فاجت نص ساعه راه عيط الباترون باترون جا من الرحمه وصل قبل لومبيرونس يعني وانا لحد الان باقي ما فاهم والو حد الان قسما بالله يعني راه قدتي صادق السيد راه ماشي صادق اخ هذا يعني تا يلا مشيتي تغدي شي تويه جيتي تويه في الصباح على الموطور تغدي شي تويه مشيتي تقهوي شي تويه ورجع شي الخدمه بدا شي خدام تويه طاح كاين ناشطين اخر حاجه قال هذا شي تاول ديال الخير اخر حاجه راه بقينا نشوف اخر حاجه هي بقيت ضاحك انا وياه يعني كيدخل عندي كيجي عندي فين خدام كنضحك انا وياه كلمه زوينه مني ومنه وغاد يعني هذاك الدري عمري بشي بينه وبينه وقعت شي حاجه ولا شي حاجه كانت متوقعه والو ما سبحان اعمار بيدي الله ما عندنا ما ندير المسؤوليه كامله كنقول كنحملها ولا داك السيد اللي مخلي السلاح مخليه ضروري غيديروا معاه شي حاجه. والديه شكون بعدا والديه مرحوم الله يرحمه راه مورا كاين في سرا الدري خوه راه هو اللي كاين هنايا خدام في كازا تا هو راه من وقعت الواقع راه ما قديش نمشي عنده انا للخدمه بعدا باش نقول لهاد الشيء اللي كاين وصل عليهم ولا ما مشيتش عندهم انا صافي ديماريت الموتور زيد الدري الاخر اللي خدام معانا تا هو راه مشينا هو عنده المحل ديالو الدري اللي ما تقولوا مولات قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.